وأما ضيوفنا الليلة فقد أتوا من شام الخير ليسكنوا مصر ويسكنوا قلوب المصريين. ولا أخفيكم سرا، فهناك علاقة وثيقة بين المصريين وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت. تزداد هذه المحبة لدرجة التعلق بكل من ينشد ويمدح سيدنا النبي وآل البيت، فما بالكم إن كانوا من مجيد المدح ليثبتوا تميزهم ويزداد تعلق المصريين بهم. تحية خاصة للإخوة أبو شعر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا دعوة مجاهدة.